نعم يا حازم. لا يا حبيبتي، ده انا مش هو. اصل بصراحه دخلتك عليا امبارح بشياطينك قفلتني من بنتك الكدابه قوي اللي انا بعطف عليها عشان مرضها وبس. يا ريت تبعديها عني لغايه ما تعرفي تربيها. ولعلمك ابوها مش طايقها خالص. الوليه المجنونه قفلت قبل ما تسمع الكلمتين اللي عايزه اسمعهم لها. بتكلمي مين يا وسام؟ بتكلمي مين من تليفوني يا وسام؟ ده تليفونك صح؟ صح؟ كلمتيها ليه؟ ردي! أرد إيه وهي دي عايزة رد؟ واحدة جت بيتي هزقتني وفتحت هزاء عليا كده قدامك وأنت ساكت. فيها إيه يعني ما أقول لها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ وأنت مالك ومالها؟ بتجري شكلها ليه؟ أنا برضو اللي بجر شكلها يا شيخ، حرام عليك. واحدة جت بيتي هزقتني قدامك وأنت ساكت. أنا أقدر أروح بيتها أعمل نص اللي هي عملته ده؟ ممكن بقى أعرف أنت قلت لها إيه بالظبط؟ قلت لها اللي قلته لها. إيه خايف على زعلها قوي؟ وسام لاحظ انك انت بقيتي تتصرفي من دماغك وده غلط. وهفضل اتصرف من دماغي على فكره عشان انت مش عارف تجيب لي حقي. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف ليش. مش لما تشيلها انت الاول. شلتها من زمان، من ساعه ما طلعتها. دلوقتي مفيش بيني وبينها غير بنتي وبس. يا شيخ يا رب يا رب ما يبقى في بينك وبينها اي حاجه خالص. لعلمك بنتك عايز تشوفها تشوفها بره بيتي مش هنا، وبرده رجلي على رجلك. وبعدين نمره الهانم دي على موبايلك لغايه دلوقتي بتعمل ايه؟ مش كفايه معاك نمرة بنتها؟ النمرة دي لازم تتدلت دلوقتي حالا. هاتي الموبايل ده. مش هسيبه غير لما تدلت النمرة قدام عينيا. مش هعمل كده يا وسام، وسيبيني في حالي دلوقتي، انا مش طايق نفسي. ماشي يا حازم، هسيبك، بس مش هسيبها، واما اشوف اخرتها ايه. عندي سؤال وخبر. والخبر وانسى السؤال كده؟ طيب خدي عندك بقى. نديم فخري طلق مراته. بتهرج. وهي دي فيها تهريج شويه وهتلاقي الخبر نزل على النت. رامي هو هيكون اميره لهياد؟ بقول لك ايه؟ كل اللي خرب البيوت. واحنا مالنا؟ احنا مالنا ايه؟ احنا مش دافعين لها فلوس عشان تخرب بيت الراجل. احنا دافعين لها فلوس عشان تجيب لنا منه الكامبين. ماشي. اذا انا قلت لك ان هي اتفاجئت. حلفت لي ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه غير لما هو قال لها بنفسه. بعدين انت مش قلتي ان هي مقضيها؟ لا كلام، انما بعيني انا ما شفتش حاجه. انا هفضل قلقانه كده لغايه ما اعرف هم اتطلقوا ليه. وانت حر يا رامي لو كان ليها يد في الموضوع ده. وانا مالي؟ هو انا قلت له يطلق مراته؟ بابي انت ليه ما بتاكلش؟ هاكل. بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه وما رضناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. Thank you.
ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه، قلت له ماشي، او تيجي بكره براحتك، قلت له ماشي، وجيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار، او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. اوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابه النهارده بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. التحليل ده يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا هاخدها معايا البيت لحد ما نتاكد، بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيقدر سر بينا طول العمر. وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. تفضل سعاده الباشا، هي الحاجات اللي طلبتها. اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت بتكلم راجل. هنشوف حكمان ليا طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعك. خلاص يا عم، ده حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يوه، الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. انما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. بسرعه بسرعه يا باشا. اللي انا شفته بره ده عم حضرتك فهمي بيه، كان بيسال على حضرتك، وقلت له حضرتك مش موجوده في الفله ولا ايوتها حد موجود في الفله. عشان كده اول ما شافني طار بعربيته وانت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفله وقعد يكلكس بالعربيه، لقيته عم حضرتك فهمي بيه بيكلكس. طيب يا حافظ، معاك ساعه تلم فيها هدومك وتتكل على الله، مش ساعه برضو تكفيك؟ انا ما عملتش ايوتها. سمعتني؟ وكتاب الله ساعه لحضرتك تشوفيه.